السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعيش الأمة الإسلامية في هذه الأيام ذكرى ولادة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهي المناسبة التي من فكت تولد في نفوس المسلمين طاقة روحية وإيمانية كبيرة. تحل هذه الذكرى في ظروف ليست مثالية بالنسبة للعالم الإسلامي، فالإسلام بتصوراته وعقائده وأحكامه الأصيلة مستهدف في غير بلد شرقا وغربا، ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم يساء إليه، وقرآنه يحرق تارة ويمزق تارة أخرى. في ظل هذه الظروف يكتسب الحديث عن ذكرى ولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهمية كبيرة، وخصوصا من جهة الحديث عن فهم المولد الشريف في سياق حركة الإسلام والمسلمين التاريخية، ومن جهة استثمار المناسبة في استلهام معاني النهوض بواقع المسلمين اليوم. تأتيكم تفاصيل هذا الموضوع بعد هنيها. هذا الموضوع نطرحه للحوار مع ضيفنا الكريم الدكتور حميد العقرة، أستاذ مادة التربية الإسلامية، الذي يشاركنا عبر زوم، تطبيق زوم طبعا، من العاصمة المغربية الدار البيضاء. أهلا ومرحبا بكم دكتور حميد. أهلا ومرحبا الأستاذ جهاد، بارك الله فيكم، وتشرفت بهذا اللقاء المبارك على قناة الرافدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي القائمين عليها خير الجزاء. شرفكم الله. دكتور حميد، في هذه الأيام كما تعلم يعني ينشغل ملايين المسلمين حول العالم في الإعداد لطقوس وشعائر تخص الاحتفال بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. التلفزيونات ووسائل الإعلام عادة، سواء كانت في البلاد الإسلامية والعربية أو في الغرب، تعد التقارير التلفزيونية والصحفية المطولة تتحول المناسبة إلى مادة إعلامية تتسابق من أجلها أيضا قنوات الفضائية. السؤال هو، هل هذه الاحتفالات وبالطريقة التي نشاهدها وبالتوزع الأفقي والعمودي الذي نشاهده على مستوى القواعد الشعبية وحتى على مستوى النخب، هل هذه تعتبر ظاهرة صحية من حيث التصور الإسلامي، أم أنها ظاهرة مرضية في الأمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية يعني أشكر قناة الرافدين يعني على هذه الاستضافة المباركة مرة أخرى، وعلى مائدة هذا الموضوع الشيق المتعلق بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وولادته. الأستاذ الكريم، يعني العالم الإسلامي اليوم يتجهز ويستعد للاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل الجواب يعني على السؤال، بارك الله فيك، الذي يعني وجهته يعني إلي، لا بد يعني من إطلالة يعني حول يعني ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سبق ولادته عليه الصلاة والسلام. فالبداية طبعا يعني كانت من حفر جده عبد المطلب يعني زمزم، يعني بعدما طمها ذاك الجره لعمرو بن الحارث، فبقيت زمزم هكذا مجهولة إلى أن اكتشفت على يد عبد المطلب في الرؤيا المنامية المعروفة، فأراد أن يحفر بئر زمزم، فمنعته قريش طبعا، وأوذي بسببها وقام ضده يعني الناس، ولكنه استمر على هذا الأمر، ثم حفر بئر زمزم ويعني نذر أنه إن جاءه يعني 10 من الولد أن يذبح واحدا منهم تقربا لله تبارك وتعالى. فأصبح له فعلا 10 من الغلمان، وأصبح ما عليه إلا الوفاء بنذره، فأراد ذبح يعني أصغر أولاده، وكان هو عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المعاني لابد أن نستحضرها أولا، ثم يعني ندخل في الجواب على سؤالك بارك الله فيك. طبعا يعني كان عبد الله يعني محببا إليه، وكان أصغر أولاده، ويعني قلبه يعني متعلق به،
فأراد ذبحه لأنه نذر، لكن قريش منعته، وخلص الأمر في الأخير إلى أن استفتوا الكاهنة يعني سجاح، فجاءت فتوى في آخر شيء بأن يذبحان 10 من النقل لفديته، وفعلا فدي يعني عبد الله ب100 يعني من النقل. فقام عبد الله وتزوج يعني آمنة بنت وهب يعني والدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبحان الله في هذه الفترة التي كانت تحمل فيها سيدة الخلق في رحمها وفي بطنها، يعني لم يأتيها كما يأتي النساء من الوحم والوجع وما إلى ذلك من أعباء الحمل، فكان ميسرا عليه حتى وضعته يوم الاثنين من هذا الشهر الفضيل، شهر ربيع يعني الأول. وطبعا هناك الخلاف يعني في تاريخه، هل هو يوم 12 أو 8 أو غير ذلك، المهم عندنا أنه كان في هذا الشهر، والجمهور على أنه 12، وكان يوم الاثنين بالضبط. فكما روى الإمام مسلم أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تقول يا رسول الله في صوم يوم الاثنين؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. ويعني هذا حمله صلى الله عليه وسلم من قبل يعني أمه، قال عنه عليه الصلاة والسلام: ورؤيا أمي التي رأت حين حملت بي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. إذن هذه كانت هي الإرهاصات الأولى لولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العالم الإسلامي اليوم كما ذكرت يعني يتجهز للاحتفال بمولد خير الخلق صلى الله عليه وسلم. هل هذه الظاهرة هي يعني ظاهرة يعني صحية يعني أم أن الأمر يعني على خلاف ذلك؟ فأنا أقول الذي يشاهد العالم الإسلامي اليوم يرى أنهم يعني حصروا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الاحتفالات وهذه الطقوس وهذه الأعراف التي تختلف من بلد إلى آخر. فاليوم الناس يعني يتجهزون في شراء الألبسة وإعداد الحلويات، وبل حتى الفسق والفجور عياذا بالله. فعندنا مثلا هنا في البلد أو في غيره يعني الناس يشترون الخمور ويعدونها لهذا اليوم بمناسبة أن هذا احتفال بذكرى مولده صلى الله عليه وسلم. أهكذا يعني ينبغي أن يكون يعني الاحتفال بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ محبته صلى الله عليه وسلم لا بد أن تكون حاضرة في جميع محطات حياتنا. فمحبته صلى الله عليه وسلم والاحتفال به هو غير خاص بيوم ولادته، وإنما نحن نحتفل برسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتنا كلها، منذ أن نفتح أعيننا إلى أن نذهب إلى مرقدنا ومنامنا، نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع شؤون حياتنا. ومحبته صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون موافقة لقواعد الشريعة وأصولها، وليس بما تستحسنه عقولنا وعاداتنا وأعرافنا المخالفة. مع الأسف يا ليتها كانت هذه الأعراف وهذه العادات يا ليتها كانت موافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الذي ينظر الآن إلى العالم الإسلامي الآن في هذه الأيام سيجد أن الناس يعني انقسموا في محبته صلى الله عليه وسلم إلى أقسام. القسم الأول طبعا هؤلاء أهل الإفراط، يعني أفرطوا في محبته صلى الله عليه وسلم يعني بما يخالف شرعه صلى الله عليه وسلم، كالذين يعتقدون مثلا أنه يعني أصل الموجودات ولولا رسول الله عليه الصلاة والسلام لما خلق هذا الكون، ويستدلون على ذلك ببعض الأحاديث المكذوبة الموضوعة عنه صلى الله عليه وسلم، منها قوله: لولاك ما خلقت الأفلاك، يعني هذا يعني حديث لا أصل له، والمبالغة في إطرائه وفي مدحه، لأن المقصد الأساس يعني من ولادته هو أن نتذكر سنته صلى الله عليه وسلم ونعمل بها.
أما الإغراق في مدحه وإطرائه فقد نهانا عنه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم وقولوا عبد الله ورسوله. وكان يقول: اللهم لا تجعل قبري عيدا. فهذا كله يعني نهي عن الغلو صلى الله عليه وسلم. طيب دكتور حميد، يعني لو نحينا جانبا قضية الحلال والحرام وهي أصلا طبعا لا شك في ذلك، لكن لو أخذنا مسارا آخر في الحديث عن هذا الموضوع، هو مسار متعلق بفهم الرسالة المحمدية والمقاصد والغايات من ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. سؤالي هو يعني أي مسار في التدين فهما وقولا وعملا ينبغي للمسلم أن ينحوه في مثل هذه المناسبة؟ نعم، بالنسبة لهذه يعني المناسبة ينبغي أن نستغلها ونستفيد منها يعني في غرس يعني معاني الإيمان به صلى الله عليه وسلم. نحن طبعا نستغل هذه المناسبة يعني تعريف المسلمين وغير المسلمين، أن نعرفهم بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعرفهم ب سنته صلى الله عليه وسلم، ونغرس معاني الإيمان به صلى الله عليه وسلم، ونذكرهم بالمعنى الحقيقي لشهادة أن محمد رسول الله. فيعني كثير من المسلمين اليوم مع الأسف يعني يقول هذه الكلمة ولا يعرف معناها ولا مقتضاها. فنستغل هذه الظرفية وهذه المناسبة يعني في المحافل وفي المعاهد وفي المدارس وفي غيرها، في اجتماعاتنا ولقاءاتنا، أن نعرف وفي قنواتنا وغيرها في وسائل الإعلام، نستغل هذه المناسبة لبيان المعنى الحقيقي لشهادة أن محمداً يعني رسول الله، تصدقوا فيما أخبار وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. كذلك نستغل هذه الظرفية لغرس الإيمان بنبوته التي أصبح الآن يطعن في نبوته صلى الله عليه وسلم، ويطعن في رسالته، ويطعن في دينه. فلا بد أن نعرف الناس بنبوته، ونأتي بالأدلة على وجوب الاعتقاد بنبوته صلى الله عليه وسلم. كذلك نذكر الناس بالإيمان بعموم رسالته صلى الله عليه وسلم، لأن بعض المسلمين اليوم يعني أخذوا جزءا من الدين وتركوا الباقي، كما في هذه المناسبة اليوم، حيث حصروا محبته صلى الله عليه وسلم على الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا إشكال فيه. ولكن أن نحصر يعني هذه المحبة كلها في الاحتفال بهذا اليوم، لا، يعني هذا يعني أرى من الغلط. فلا بد أن تكون رسالته يعني عامة وشاملة، كما قال الله تبارك وتعالى: ادخلوا في السلم كافة. فلا بد أن ندخل في الإسلام كله. كذلك نستغل هذه المناسبة لترسيخ يعني عقيدة ختم الرسالة. فأصبحنا اليوم يعني نسمع يعني كلام يعني حول أن يعني ليس هناك يعني ختم الرسالة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو خاتم يعني الرسل. يعني كذلك نذكر المسلمين أن ننشر بينهم بأن هذه الرسالة هي كاملة ولله الحمد في جميع مجالاتها، في المجال الاعتقادي، في المجال التعبدي، في مجال المعاملات، في مجال الأخلاق، في جميع الأمور. أن نذكرهم بأن الرسالة قد كملت على يده صلى الله عليه وسلم، وأنه يعني كما قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتم الله تبارك وتعالى يعني به الدين. ولهذا كما قال يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما خطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بتلكم الخطبة الجامعة المانعة لأهداف وأصول الإسلام الكلية، ماذا قال الصحابة؟ قال: أشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. طيب تحدثت دكتور حميد عن المسار الذي ينبغي لكل مسلم مهما صغر شأنه أو كبر أن يسلكه أو أن ينحوه فيما يتعلق بهذه المناسبة، لكن الواقع هو للأسف أن الكثير جدا من المسلمين يواصل الاستمرار في الانحراف عن فهم مغزى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم والغاية التي بعث من أجلها، وانحرف عن
ما هو مطلوب منه أن ينفذ إلى عمق حياة النبي، أفعاله وأقواله وسيرته العطرة، إلى قضايا شكلية احتفائية فقط. سؤالي هو، لو تحدثنا عن ما التأثير الذي يمكن أن يحدثه هذا الانصراف نحو الاحتفائيات الشكلية على حساب النفاذ إلى عمق الرسالة وغاياتها، ما التأثير الذي يمكن أن يحدثه على رسوخ حقائق الإيمان والدين في نفس الإنسان المسلم وشخصيته؟ نعم، الإغراق يعني في هذه القضية والاحتفال به يعني شكلا يعني لا مضمونا، لا شك أنه سيخرج لنا يعني جيلا يعني جاهلا بدين الله تبارك وتعالى. لا بد أن يخرج يعني هذا الجيل الذي يجهل دين الله تبارك وتعالى، ويجهل يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعل يعني يجهل أحكام الشريعة. الإسلام اليوم مع الأسف يعني مجهول مع الأسف من جماهير المسلمين، والإسلام اليوم هو غريب بينهم، غريب بينهم يعني مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. فعدم التعمق في دراسة سيرته وامتثال يعني أوامره صلى الله عليه وسلم واجتناب نواهيه وجعله قدوة لنا في حياتنا، لا شك أن هذا الأمر سيصرف الأمة إلى الاقتداء بغيره صلى الله عليه وسلم ممن هم ليسوا أهل قدوة. وهذا سببه طبعا كما ذكرت، وهو يعني جهل المسلمين يعني بدينه، فأصبح الدين غريبا غير مألوف. نردد اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحافل ونسمي به أبناءنا، ولكن نحن بعيدون كل البعد عن روح الإسلام وجوهره الذي جاء به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، بعيدون عن فهم مبادئ الإسلام وأصول الإسلام وأهداف الإسلام والغايات التي جاء الإسلام لتحقيقها. الإسلام الذي أحدث يعني أعظم انقلاب وأكبر ثورة بشرية على الضلالات وعلى الانحرافات العقدية والخلقية، هو الدين الذي نبذه الناس اليوم مع الأسف وراء ظهوره، بل ويجاهر بعض بني جلدتنا منا بأنه دين الرجعية التخلف الظلامية، في حين أن الغرب وقفوا على حقائقه المذهلة، وكلنا يعني يتردد على مسامعه يعني قولة يعني برنارد شو الفيلسوف المعروف: لو أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث في هذا العصر لنجح تماما في حل جميع المشكلات العالمية، ولقاد العالم إلى السلام والسعادة المنشورة. وهذا نابع من فهم برنارد شو لحياة النبي وشخصيته. نعم، يعني برنارد شو الآن هو يعني خلاصة، هذه أعطاك الآن خلاصة لما قرأه من حياته صلى الله عليه وسلم، أنه لو بعث محمد عليه الصلاة والسلام في هذا العصر لنجح تماما في حل جميع المشكلات العالمية، ولقاد العالم إلى السلام والسعادة المنشودة. فيعني الإغراق في هذا الاحتفاء يعني وأخذ الدين يعني أخذ قشره وترك لبه وترك جوهره، الغاية العظمى وهو اقتفاء أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين هو دينه في حياتنا؟ أين هو دينه في عقائدنا، في عباداتنا، في سلوكنا، في تعاملنا؟ هذا هو الذي ينبغي أن نركز عليه ونحث الناس عليه في مثل هذه المناسبات يعني الفضيلة. بارك الله فيك. طيب، بعد الفاصل دكتور نريد أن نتحدث معك عن القيم العامة والمطلقة التي تركتها ولادة النبي وأثره في حركة الحياة سواء عند المسلمين أو حتى عند غير المسلمين، لكن قبل أن أذهب إلى الفاصل، لو تحدثنا بشيء من الإجمال عن البيئة الدينية والمجتمعية التي كانت سائدة في الجزيرة العربية قبيل ولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء في الجزيرة العربية أو حتى في الحضارات المهيمنة في ذلك الوقت في روم في عند الروم والفرس. نعم، الذي يريد أن يعرف مقدار هذا الدين العظيم وما جاء به سيد المرسلين
لا بد أن يلقي نظرة على الأحداث التي كانت قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، و يعني كيف كانت الحضارات التي كانت قبل الإسلام، وكما يقال وبضدها تتميز الأشياء. فإذا علمنا كيف كان العالم يعني قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، ثم ننظر إلى بعثته عليه الصلاة والسلام، سنرى الفرق الشاسع. طبعا كانت هناك مجموعة من الحضارات يعني السائدة في ذاك الوقت، يعني منها كانت هناك الإمبراطورية الرومانية، كانت من أعظم الإمبراطوريات، وكانت تعرف بالإمبراطورية البيزنطية. كانت طبعا يعني تحكم يعني دول عدة، منها البلقان، اليونان، آسيا، سوريا، فلسطين، وحوض البحر الأبيض المتوسط، ومصر، ودول شمال إفريقيا كانت تحكمها الإمبراطورية الرومانية. وكانت عاصمتها كما هو معلوم هي القسطنطينية. وكانت هذه الدولة دولة فيها كانت ظالمة بمعنى الكلمة، حتى بلغ الأمر حسب ما ذكر الكتاب أن السوريين كانوا يبيعون أبنائهم لأداء الديون والضرائب في ذاك الوقت، مع الإغراق في اللهو واللعب والترف الزائد والانشغال بالرياضات. وكانت هناك همجية تعيشها هذه الإمبراطورية. هناك إمبراطورية أخرى وهي الإمبراطورية الفارسية أو ما يسمى بالإمبراطورية الكسروية، التي كثرت فيها الديانات. كانت فيها مجموعة من الديانات كالزرادشتية والمانية، ثم المزدكية التي كانت في القرن الخامس الميلادي، التي دعت إلى الإباحية المطلقة في كل شيء. أصبح كل شيء عندهم يعني مباح، ليس هناك شيء يعني محرم. فكثر الفجور وكثر النهب، وكان ملوكهم مع الأسف يعتبرون أنفسهم أنهم من نسل الآلهة. وهكذا الذي ينظر الآن إلى الهند، فكانت ففي مستهل القرن السادس بلغ الفساد أوجه، فانتشرت الخلاعة والزنا في المعاهد، في المعابد، مع الأسف المعابد يعني التي كانت في الهند، يعني كانوا يعتبرون أحيانا أن الزنا اعتبروه دينا، والمرأة لا قيمة لها، وكانت المرأة التي يتوفى زوجها يعني تحرق، ويعتبرون أن هذا أمر وعبادة. نعم. مع عبادة يعني الآلهة، منها بودا، حيث معهم إلههم بودا حيث ما حلوا وارتحلوا، هذا بالنسبة للبوذيين. أما بالنسبة للبراهمة، والبراهمة هذا يعني هم أصحاب الدين الأصلي بالهند، فامتازت مع الأسف بكثرة المعبودات والآلهة. المهم يعني كانت يعني الدنيا من البحر الأبيض المتوسط إلى المحيط الهادي كانت يعني غارقة في الوثنية. وحتى الديانات مع الأسف، الديانات السماوية التي من الفروض أن يكون لها دور في ترسيخ القيم وترسيخ الأخلاق، ضاع تأثيرها مع الأسف بسبب ما لحقها من تحريف ومن تبديل، وأصبح يعني أصحابها يعني قد شغلوا بالدنيا وملذاتها والترف. نعم. فترك الدين مع الأسف. إذن كانت هذه حال العالم قبيل بعثة أو قبيل ولادة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نحاول أن نتعرف بعد الفاصل على الأثر العملي الذي أحدثته ولادة النبي ونموه وحياته بعد ذلك في حركة البشرية على مستوى التصورات والأعمال. فاصل تتلوه عودة لمواصلة الحديث.
أسعدكم الله مشاهدينا الكرام في هذه العودة مرة أخرى للحديث عن المولد النبوي الشريف وأثره الكوني، وحديثنا في هذه الحلقة دائما مع الدكتور حميد العقرة أستاذ مادة التربية الإسلامية، وهو معنا عبر زوم من الدار البيضاء. دكتور، يعني كثير من المستشرقين وعلماء الشرق والغرب من غير المسلمين وضعوا مؤلفات يعني أقرت للنبي صلى الله عليه وسلم بالأفضلية على سائر البشر في كثير من مناحي الحياة. من هنا ينطلق السؤال عن المعاني والقيم الإنسانية الكبرى التي تعرفت إليها البشرية على مستوى التصورات وعلى مستوى الأفكار، التي تعرفت إليها البشرية مع ظهور النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوجود، مع ولادته وبعد ذلك شبابه وكهولته. الأستاذ جهاد بارك الله فيك، بقيت يعني نقطة يعني أحب الحديث فيها قبل أن الشروع في هذا المحور المهم. تحدثنا عن واقع الحضارات يعني قبل البعثة، تكلمنا يعني عن الإمبراطورية الرومانية وعن الإمبراطورية كذلك الفارسية، تكلمنا عن الهند. يعني بقيت لنا نقطة متعلقة يعني حالة العرب، يعني سأختصرها إن شاء الله. يعني عند العرب خاصة في الجانب يعني الديني والاجتماعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعث في جزيرة العرب، يعني ولا بد أن يعني تكون لنا يعني إلماعة وإطلالة على حال العرب يعني في الجاهلية قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. كما تعلمون كان العرب يعيشون يعني تخلفا شديدا ووثنية يعني سخيفة، وانحرافات خلقية وفوضى سياسية، فكانوا يعبدون الأصنام، وكان لكل قبيلة يعني صنم يتعلقون به من دون الله تبارك وتعالى. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة يعني وجد حول الكعبة 360 صنما كانت تعبد يعني من دون الله تبارك وتعالى. الأصنام كانت لا تعد ولا تحصى في بيوتهم في أسفارهم، واعتبروها مقربة لهم إلى الله تبارك وتعالى، وكان قليل منهم على ملة إبراهيم على تحريف في ذلك. الحالة السياسية كانت هناك حروب طاحنة بين القبائل على أتفه الأسباب، كما هو مسطر في التاريخ، مثل يوم البسوس الذي كان بسبب يعني ناقة، وبقيت هذه الحروب بين القبيلتين 40 سنة، والحروب التي كانت بين الأوس والخزرج وهم كانوا أبناء يعني عمومة، وحرب داحس والغبراء التي كانت بسبب سباق بين فرسين. يعني كانت هناك حروب طاحنة يذهب ضحيتها الآلاف من الأرواح بسبب أمور يعني تافهة، وكانت يعني المرأة لا قيمة لها، وأكثر من ظلم في هذه الفترة هي المرأة كانت لا قيمة لها، فكانت تورث، وكان الإبن يتزوج زوجة أبيه ولا يورثون النساء، زيادة على انتشار وعد البنات وقتل الأولاد لأجل الفقر، زيادة على أنواع يعني من الأنكحة المنتشرة كنكاح الاستبضاع ونكاح الشغار. الطلاق لم يكن محددا، أما الأخلاق فحديث ولا حرج، شرب الخمور وكثرة الزنا وكثرة النهب والسرقة. المهم كانت الحالة، كانت الجزيرة العربية يعني تعيش يعني حالة من التخلف يعني الشديد. نعم. أما بالنسبة لسؤالكم بارك الله فيك عن المعاني الإنسانية وقيم جديدة، يعني الفارق الذي أحدثته في كمالات البشرية. نعم. كانت بعثته صلى الله عليه وسلم يعني في عصر ظلت فيه البشرية عن القيم، بعد أن حرفت فيها رسالة سماوية وتونسية، فجاءت رسالته صلى الله عليه وسلم تحارب هذه الأوهام وهذه الخرافات والضلالات والجمود والجهل البالغ والعصبية المنتنة. كون صلى الله عليه وسلم دولة خلال 23 سنة، يعني هذا أمر يعني يكاد لا يقبله يعني المنطق، ولكن هذا الذي حصل. كون دولة متكاملة خلال 23 سنة، وجاء بعده خلفاؤه صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من ملوك الإسلام، فتعهدوا هذا الغرس الذي غرسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. فتعددت مراكز الحضارة الإسلامية، والتاريخ شهد على هذا الأمر. فهذه دمشق يعني كانت يعني عاصمة العلم في وقتها، وهذه بغداد،
وهذه القاهرة وهذه القرويين في فاس وهذه الزيتونة في تونس وهذا الأزهر في مصر وقرطبة وسبته. فما هذه الحضارة التي نراها اليوم في الغرب؟ ما هي إلا أثر من آثاره صلى الله عليه وسلم. ما يعيشه الغرب الآن يعني من تطور يعني على كثير من المستويات، إنما سببه الأثر الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أثر من آثار الحضارة الإسلامية التي بناها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يريد أن يكتشف ذلك يطالع ولو كتاب واحد مما كتبه يعني أحد أعلام الغرب، كتاب مثلا الكتاب المعروف هو حضارة العرب لغوستاف لوبون، هذا يعني نعم غوستاف له كتاب يعني جميل سماه حضارة العرب، عقد في هذا الكتاب يعني بعض العناوين من هذه العناوين تمدين العرب لأوروبا، هذا عنوان تمدين العرب لأوروبا، يعني العرب هم الذين صنعوا المدنية التي تعيشها أوروبا. من بين عناوينه كذلك تأثير العرب في الشرق والغرب، ومما قاله في هذا الكتاب غوستاف لوبون، مما قاله قال مضت مدة طويلة قبل شعور أوروبا بهمجيتها، أوروبا كانت تعيش همجية يعني واسعة، قال ولم يعني يبدو ميلها إلى العلم إلا في القرن الحادي عشر والقرن الثاني عشر من الميلاد عندها استيقظت، فلما ظهر فيها أناس رأوا أن يرفعوا أكفان الجهل عنهم ولوا وجوههم شطر العرب، إذا عندما أرادوا يعني أن يزيلوا الجهل الذي يعني غطاهم يعني مئات السنين توجهوا نحو العرب. وهناك كتاب آخر يعني أرشد إليه وهو تاريخ الطب العربي للدكتور يعني لوكلير، هذا كتاب وترجم هذا الكتاب، ذكر في هذا الكتاب أن عدد ما ترجم من كتب العرب إلى اللاتينية يزيد عن 300 كتاب، وهذه الكتب يعني طبعا يعني كانت يعني في مجال الطب، يعني ترجمها العرب يعني من كتب اليونان، وكتب اليونان ضاعت وأصبحت كتب العرب هي الأصول التي يرجع إليها ويعود الناس إليها، فقام الغرب وأخذ هذه الأصول التي كتبها العرب وترجموها إلى اللاتينية وبعدها ترجموها إلى لغات عدة. قال ولولاها، هذا كلام لوكلير، ولولاها لضاع علم اليونان الذي ترجمه العرب، هذا كلام آخر، كلام آخر للميسيو ليبري. نعم ميسيو ليبري هذا قال لو لم يظهر العرب على مسرح التاريخ لتأخرت نهضة أوروبا. هذه فقط نماذج، هذا كله يدل على أن هذه كلها يعني ثمار من ثمار دعوته صلى الله عليه وسلم، هذا يعني أمر يعني لا بد يعني من النظر. نعم مات عليه. نعم معذرة دكتور، نقاط على أهميتها، لكن ثمة نقطة يعني لو تحدثنا عنها، قضية الدين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كان الدين عبارة عن مجموعة من الطقوس وكان يكرس إلى حد كبير في مختلف أنحاء العالم في ذلك الوقت نوعا من الطبقية، طبقية الكهنة ورجال الدين والجند وعامة الشعب إلى آخره، سواء كان ذلك في مصر القديمة أم حتى في الهند طبقة البراهمة أو حتى في الغرب الذي كان قبائل جرمانية متناحرة. الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أرسله بالإسلام والقرآن الكريم، التطبيق العملي الذي قدمه النبي صلى الله عليه وسلم للعقائد والأحكام الإسلامية، كيف أثر على نظرة البشرية إلى الدين ذاته؟ نعم التطبيق العملي طبعا يعني هذا هو أهم شيء جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا النصوص من الكتاب والسنة يعني متضافة، ولكن تطبيق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ورد يعني في القرآن والسنة لا شك كان له الأثر الكبير يعني على تغير يعني هذا العالم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا يعني قام أولا بهدم الوثنية من قلوب الناس، يعني أصبح التعلق يعني بالله سبحانه وتعالى، وأزال تلك الخرافات وتلك الضلالات التي عششت في عقول كثير من الناس، ودعا إلى شيء مهم وهو الأخوة الإسلامية، وهذا أمر لا شك أنه من أهم الأمور لبناء الدولة وبناء الدولة
فدعا الى الاخوه الاسلاميه، وجاءت النصوص انما المؤمنون اخوه، ولم يعني يجعل لعربي على عجمي فضلا الا بالتقوى، كما يعني جاء في الاحاديث عنه صلى الله عليه وسلم، يعني في خطبه حجه الوداع: ان ربكم واحد وان اباكم واحد، الا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لاحمر على اسود، ولا لاسود على احمر، الا بالتقوى. أصبح المقياس، مقياس التفاوت بين الناس، هو مقدار أخذهم من التقوى. فيعني كانت العبرة بالتقوى وليس بالأقوى. الأقوى هذا زال يعني مع الجاهلية، ومع ما يعني جاء من آثارها، ولكن يعني كانت التقوى هي علامة الصلاح بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أرصى عليه الصلاة والسلام بأعماله وتطبيقاته، أرصى ما يسمى بمبدأ حقوق الإنسان. فيعني قام بالتطبيق العملي لإعطاء كل إنسان حقه، فحرر المرأة من ظلم الرجل، وحرر العامل من ظلم صاحب العمل الذي كان يعني يعاش في الإمبراطورية السابقة. فكان يعني العمال مضطهدون ومن أهل الإقطاع، ويعني كان هناك ظلم وحيف، و يعني حرر الرقيق من العبودية، ودعا الناس إلى العتق، إلى عتق الرقاب، وحافظ على حق الحياة والأمن، ويعني الحق في الملكية الذي يعني كان ينتزع من الإنسان، ينتزع ماله وتنتزع ملكيته وينتزع حقه. فأعطى للإنسان حق الملكية وحقه في تكوين أسرته، وأرسى مبادئ الأسرة من أحكام الزواج وأحكام يعني احكام الاسره عموما، حقوق الاباء وحقوق الابناء، بل حتى احكام الطلاق عند الفراق، واحكام الحضانه والرضاع، ويعني حمى اتباع الديانات الاخرى كذلك. يعني كان هناك اتباع الديانات الاخرى كانوا يعيشون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحماهم، وكان يقول عليه الصلاه والسلام: من ادى دينيا فانا خصمه يوم القيامه. وبقي هذا الامر الى اخر خطبه خطبها صلى الله عليه وسلم، وهي خطبه حجه الوداع، التي تجسد لنا فعلا التطبيق العملي لحياته صلى الله عليه وسلم، وكيف ينبغي أن يكون العالم على ذلك. هذه الأصول التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا. ثم أعادها مرارا صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد. يعني صان الدماء وصان الأعراض وصان الأموال وصان الحرمات، وبقي على هذا الأمر يعني حتى فارق الدنيا صلى الله عليه وسلم. وربما يعني التطبيق العملي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنقاذ يعني البشرية من هذه الظلمات التي عششت فيها، وهذا الظلم الذي يعني سيطر على المجتمعات في ذاك الوقت، فصلوات الله وسلامه عليه. ربما هذه الحزمة من الحقوق ومن القيم، نعم أخي، ربما هذه الحزمة من الحقوق والقيم التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم من عند ربه، ربما تنبع قيمتها في 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 مسار حركة البشرية، من ليس فقط من الناحية النظرية، وإنما أيضا من الناحية العملية، من التطبيق العملي التي كانت واقعا ممارسا على الأرض. في هذا السياق يعني يقول الله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لو تحدث حدثنا الدكتور حميد عن مفهوم الرحمة هنا بالذات، ما المعنى الذي قصد إليه القرآن الكريم في حديث الرحمة هنا في آية الرحمة؟ لو تعيد، لأن الصوت كأنه بعيد عني. طيب أرجو أن تسمعني الآن بشكل جيد. يعني يقول القرآن، الصوت بعيد عني أستاذ شهاب. طيب ربما بحاجة لأن ترفع عندك صوت الجهاز عندك من عندك دكتور، وسأحاول من عندي أن أرفع صوتي أيضا. يقول القرآن، أرجو أن تسمعني الآن، تسمعني بشكل جيد؟ طيب يبدو أن هناك خلل فني من المصدر، نعتذر للسادة المشاهدين، نعاود الصوت وأسمعه لكن ضعيف، بعد فاصل قصير إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم
أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الأخير من حلقتنا هذه. الدكتور، يعني كنت تتحدث عن حزمة كبيرة من القيم والمعاني والأخلاق التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم من خلال بعثته، وقلت لك إن القيمة العملية والفعلية لهذه الحزمة من القيم والتصورات تنبع قيمتها ليس من كونها فقط، من كونها يعني نظرية، وإنما من التطبيق العملي المحكم الذي قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته العملية. سؤالي هو عن ما قاله القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لو تحدثنا عن مفهوم الرحمة هنا الذي تحدث عنه القرآن. نعم، يعني التطبيق العملي صلى الله عليه وسلم لمفهوم الرحمة ولمعنى قوله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرحمته صلى الله عليه وسلم يعني كانت شاملة وواسعة، فكان يعني يرحم الإنسان بكل أطيافه صلى الله عليه وسلم. فكانت رحمته أولا لزوجاته صلى الله عليه وسلم، ويعني ما اشتكت منهن واحدة قط من حيث معاملته صلى الله عليه وسلم. دكتور أرجو المعذرة، هذه الرحمة في المفهوم الضيق مع محيطه، لكن ماذا عن الرحمة الذي قصدته بالسؤال، الرحمة العامة للعالمين للبشرية، ما معنى الرحمة هنا؟ الرحمة هنا وهو معناها يعني إنقاذ هذه البشرية من ظلمات الجهل وظلمات الظلم وظلمات الشرك وغيرها من الظلمات إلى نور الإسلام وإلى رحمة الإسلام وإلى سعة الإسلام وإلى يعني السعادة الحقيقية التي يبحث عنها كل أحد. فكانت رحمته صلى الله عليه وسلم، فكتابه كله رحمة، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمؤمنين. فالقرآن العظيم هو من أكبر رحمات على هذه البشرية. سنته صلى الله عليه وسلم كلها رحمة لهذه البشرية. فمن أراد السعادة فعليه باقتفاء أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعني دكتور رحمته، يعني دكتور حميد أرجو المعذرة، حتى يعني حتى فقط يعني ربما ننتقل إلى ساحة في السياق ذاته، هل يمكن القول إن من الرحمة المقصودة في القرآن الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم الهدف من بعثته هو إنقاذ البشرية من القلق الذي سيطر على أسئلة الفلسفة الإغريقية والأوروبية وقبل ذلك الهندية من غاية الخلق؟ يعني كانت البشرية تائهة ومتخبطة في معرفة الغاية من الخلق وماذا بعد الموت، هل تدخل في هذا الإطار الرحمة؟ نعم، لا شك يعني إنقاذ يعني البشرية من تيه الشك ويعني تيكي ومن يعني من التخبط الذي كان تعيشه البشرية فيما يتعلق بالإله والمصير بعد الموت وما بعد الموت. يعني هذه أسئلة مقلقة ولا شك أنها محيرة وتعذب الإنسان يعني أحيانا. فجاءت الأجوبة الشافية الكافية لإنقاذ الناس يعني من هذا الشك ومن هذا الوهم الذي كانوا يعيشونه في ظل توحيد الله تبارك وتعالى. ففي التوحيد فيه ماذا؟ فيه أعظم رحمة، أن توحد الله تبارك وتعالى وتعبد إلها واحدة. نعم. فهذه قمة الحرية وقمة الرحمة التي يعني يبحث عنها يعني كل إنسان يريد أن يخرج من هذا الشك وهذا التيه الذي يعني الذي غطاه. طيب اليوم يعني بقي عندي سؤالان وألتمس منك الاختصار قدر الإمكان دكتور، يمكن ربما 3 دقائق أو 4 دقائق كأقصى حد. يعني تمر اليوم ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في كل عام تولد طاقة روحية وطاقة إيمانية كبيرة بين المسلمين، كيف يمكن الإفادة من هذه الطاقة الإيمانية المتولدة من هذه المناسبة في تجويد واقع المسلمين؟ نعم، يمكن استغلال هذه المناسبة
في تجويد واقع المسلمين بتمثل يعني مجموعة من الأصول في حياتنا، وقد ذكرت يعني بعضها. يعني إذا أراد المسلمون أن يجودوا واقعهم ويكون واقعهم يعني واقعا سعيدا، ويكون الواقع الذي يطمح إليه يعني كل من يريد السعادة له ولغيره، وهو كما ذكرت أن نغرس معاني يعني المعاني الإيمان به صلى الله عليه وسلم في قلوب الناس، ونقوم كذلك بنشر دينه بين الناس في الآفاق، بين المسلمين وغير المسلمين. كذلك يعني غرس محبته صلى الله عليه وسلم، المحبة الشرعية الحقيقية المثمرة للعمل، هذا هو القصد. محبته صلى الله عليه وسلم لابد أن تكون عملية كما كان يعني هديه صلى الله عليه وسلم. وجوب توقيره صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، النبي صلى الله عليه وسلم اليوم يطعن ويتكلم فيه بسوء، فالواجب على المسلمين اليوم يعني هو توقيره عليه الصلاة والسلام وتعظيمه في نفوس الناس، والانتصار له صلى الله عليه وسلم، ونشر دينه ونشر سنته والعمل بسنته صلى الله عليه وسلم. إذا حققنا هذه الأمور لا شك أننا سنخرج المسلمين من هذا الواقع المرير الذي يعيشه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، يعني من تسلط الأعداء ومن الضعف ومن هو هذا 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 دكتور حميد، هذا السؤال الذي حقيقة ادخرته للأخير، يعني تحدثت عن واجب نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك محاولات واضحة وحثيثة في كل مكان تقريبا في الشرق والغرب للإساءة لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. طيب، كيف الطريقة المثالية العملية التي يجب على كل مسلم، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الجماعات، من وجهة نظر شرعية إسلامية، الطريقة المثلى في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو تخيلنا أن الصحابة بيننا وأسيء إلى نبيهم صلى الله عليه وسلم، مع فارق التشبيه، ما الطريقة المثلى للنصرة هنا؟ الطريقة المثلى لنصرته صلى الله عليه وسلم، أولاً يعني أن نتمثل سنته أولا في أنفسنا نحن أولا المسلمين، فلا بد أن نكون قدوة لغيرنا، لأن كثيرا من المسلمين مع الأسف أساء إلى الإسلام وأساء إلى دين الله بأفعاله وسلوكه، فلا بد أن يعني نتمثل سنته صلى الله عليه وسلم أولا في نفوسنا. الأمر الثاني، لا بد أن تكون هناك توعية شاملة لأجيالنا، لأجيال الصاعدة، توعية يعني أهمية دراسة حياته صلى الله عليه وسلم، وأن دراسة حياته صلى الله عليه وسلم يعني فيها كل خير. يعني بالإضافة إلى يعني عقد حلقات لقراءة سيرته صلى الله عليه وسلم، وترجمة يعني هذه الكتب، كتب السيرة النبوية، خاصة الكتب المختصرة الجامعة المانعة، تترجم إلى لغات كي يقرأها يعني حتى غير المسلمين. لأن الغرب مع الأسف يعني عندهم جهل شديد بحياته صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تترجم هذه الكتب، تترجم إلى لغات، ويعني تقوم هناك قنوات لأجل نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبهذا الأمور هذه إن شاء الله تعالى نكون يعني قد نصرنا النبي صلى الله عليه وسلم. أن نتمثل ذلك أولا في أنفسنا، وأن نقوم بتوعية الجيل الصاعد من الأطفال والشباب وغير هؤلاء بأهمية دراسة حياته صلى الله عليه وسلم وتمثل سنته عليه الصلاة والسلام. ثم دعوة الناس إلى السنة، دعوتهم بمختلف اللغات، وترجمة يعني كتب الحديث وكتب السنة، وترجمة يعني دينه يعني ليقرأه يعني غيره، لأنه كما يقال من جهل شيئا عاداه. فهؤلاء ماذا أنه يعني قاموا بمعاداة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وعندهم جهل شديد بحياته صلى الله عليه وسلم، وإلا الذين درسوا حياته صلى الله عليه وسلم كبرنارد شو أو غيره يعني من علماء الغرب، عندما درسوا يعني سيرته أشكر. صلى الله عليه وسلم أنصفوا مع رسول الله، كانوا منصفين مع أن كثيرا لم يكونوا عن الإسلام، ولكن كان فيهم إنصاف مع شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أشكرك. وضعه يعني أحد علمائهم على رأس قائمة العظماء. نعم،
أشكرك دكتور حميد العقرة. في ختام هذه الحلقة أشكرك شكرا جزيلا دكتور حميد العقرة، أستاذ مادة التربية الإسلامية، كنت معنا من العاصمة المغربية الدار البيضاء. شكر الله لكم مشاهدين الكرام حسن المتابعة، دمتم في حراسة الله.